اهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وصلنا لفقره حق الجمهور. كابتن فتحي زي ما قلت لك الجمهور هيسال وانت تجاوب. جاهز معانا؟ معاك طبعا ومع الجمهور حبايبي. كنا عايزين نساله عن اهتماماته ومدى مسؤوليته لما كان ماسك الفريق الاول في النادي الاهلي. كابتن فتحي هترد تقول ايه؟ لا هو طبعا سؤال اهتمامات و اهتماماتي طبعا لما بمسك الفريق الاول اهتماماتي النهارده احراز بطوله. اهتماماتي ايضا نجاح فرقه الكوره في النادي الاهلي في الفريق الاول. اهتماماتي ايضا اسعاد الجماهير الاهلاويه، اسعاد الاعضاء، اسعاد مجلس اداره، كل هذه الامور بتبقى في اهتماماتك النهارده بتمسك الفريق الاول، لان النادي الاهلي زي ما قلت لك نادي بطوله. اهتماماتي هل اهتماماتك في الناشئين غير الفريق الاول؟ دائما هي بتبقى دائما بهدف واحد، بس طبعا الفريق الاول بيبقى هو ده اللي واخد البلواز الاكبر، واخد المساحه الاكبر طبعا من الاعلام ومن الجماهير ومن كل شيء، ان انت بتحرز بطوله الفريق الاول في الصورة يعني. بتبقى في الصوره اكتر من اللي بعده. يعني كنا حابين نسمع تجربه الكابتن فتحي عن تجربته مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين. لا دي تجربه مفيده بالنسبه لي جدا جدا، لان انا يا كابتن مصطفى يعني بكلمك بصراحه وبكلم الاخ اللي بيسال، ان انا فني اكتر من اداري. يعني تجربتي كانت فني اكتر من اداري، ما كنتش قاعد في مكتبي. كنت دايما انزل مع الفرق اشوف المدربين بتشتغل ازاي، اشوف اللعيبه دي ايه الناقص اللي عندها، وكنت دايما اوجه اللعيبه ودايما اوجه المدربين، لا لازم تعمل كذا مع اللعيب كذا كذا كذا، لان انا مش ميال قوي للاداره بعكس الناحيه الفنيه. اللي بعده. حابب اسال كابتن فتحي، هل هو رؤيته للفريق الحالي للنادي الاهلي قادر على حسم اللقب الافريقي للمره الثالثه على التوالي؟ نقدر نحقق الرقم ده ولا صعب؟ لا ان شاء الله النادي الاهلي قادر، وان شاء الله النادي الاهلي بلاعبته بجهازه الفني بالمنظومه مجلس اداره بالجماهير كل دي قادر. وزي ما قلت لك كابتن مصطفى، دائما الانسان او دائما اللعيب او دائما المنظومه بتستفاد من خطا او من فقدان بطوله في اللي جاي اكتر. انت شايف الفرقه تنقصها ايه يا كابتن فتحي؟ والله بص، مش كل الماتشات يا كابتن برضه عشان ايه نبقى واقعيين، في ماتشات بتتلعب بروح وباداء، بروح وباداء، وفي ماتشات تانية اللعيبه بتستسهل المباراه اللي بتلعبها، فاللعيبه لازم تلعب في ميزان واحد. عنصر الروح ده بيديك، انت شايف الروح الفنيه لازم تزيد اكتر من كده بكتير، لازم في بعض الماتشات مش في كله. في بعض الماتشات يبقى كل الماتشات النهارده على مستوى واحد. فرقه النهارده مش عارف في مركز ثامن، فرقه في مركز تاسع، فرقه بتلعب مع الفريق منافس، لازم تاخد كل سواسيه، كل فيصل واحد طبعا. ودي دي سمه لعيبه النادي الاهلي وسمه اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي. اللي بعده. كنت عايز اساله واقول له يعني ايه الموقف اللي انت مش قادر تنساه لغايه دلوقتي وقابلك وانت لاعب ومش قادر يعني حتى الان موجود في ذاكرتك ومش قادر تنساه؟ ده كتير. لا ما انا بقول لك يعني الموقف، والله يا كابتن مصطفى انت قلت يمكن واتكلمنا فيه، موقف الوصول لاولمبياد موسكو. ايوه طبعا. ماتش متغشكر، ماتش ضربه الجزاء، لان ماتش ضربه الجزاء كان فيه حوالي 120 ألف متفرج. مظبوط. وده كانت اخر ضربه جزاء، وال 120 ألف وقفوا لي كلهم مستنيينك. وقفوا. كل الناس اشتغلت، كان الناس قاعده، فتح مبروك بيشتغل كله وقف. اسالني انا في ضربات الجزاء كله طبعا. كله وقف وسجلت منها ووصل والحمد لله. دي مش استحاله تنساها؟ لا استحاله انساها، لان ده برضه كان هدف كبير قوي لمنتخب مصر ان احنا نوصل لاولمبياد موسكو. اللي بعده. السؤال اللي بوجهه للكابتن فتحي، ايه اهم القيم اللي اتعلمتها داخل جدران النادي الاهلي؟ في الصميم. لا ده انا اتعلمت حاجات كتير قوي. قول ايه هي عشان الناس تاخد. اتعلمت النهارده اللي البس تيشيرت النادي الاهلي. يبقى انا لازم النهارده ابقى مقاتل النهارده في اي مرحله سنيه، سواء لعبت في الاشبال، في الشباب، في الفريق الاول، لازم ابقى مقاتل. دي سمه من سمات اي لعيب يدخل النادي الاهلي، حتى لو اللعيب ده جاي من بره يا كابتن مصطفى. لازم يبقى عنده السمه دي، لان روح الفانيلا الحمراء دي مختلفه خالص عن يعني زي ما الناس بتقول كده مجرد شعار وخلاص. لا مش شعار. شعار، لان النادي الاهلي نادي بطولات، البطولات دي مش هتيجي الا لو روحك جواك عندك الاراده وعندك العزيمه وكل شيء. الاهلي فوق الجميع. طبعا. اللي بعده. ايه اللعيب اللي انت كنت بترتاح وانت بتلعب جنبه؟
لا كل لعيبه الجيل الذهبي الجيل ايوه في لعيبه لا كل اللعيبه يعني كنت بستريح لمحسن صالح انا كنت بستريح احيانا انا كنت بستريح لهذا الجيل وجيلنا كله لان كلهم عندهم عشق لكره القدم وكلهم على الجانب الفني كل واحد في مركزه كان ليه سمات وليه اداء رائع بس في لعيبه احيانا بيبقى بيطمنك لما بتلعب مين هو اللي كان بيلعب جنبك او وراك او قدامك والله بص انا يمكن يا كابتن مصطفى برضه عشان ابقى واقعي خط دفاع النادي الاهلي في هذه الفتره كابتن احمد عبائي كابتن حسن كابتن مصطفى يونس وفتحي مبروك وبعد كده الكابتن ماهر همام دول يعني برضه من الناس اللي كنت يبقى فيه تطمن يعني طبعا. اللي بعده احب اساله بما ان هو كماسك قطاعين ناشئين في النادي الاهلي ايه المعايير اللي هو يعني بيختارها بناء عليها بيختار المواهب جوه النادي الاهلي ده سؤال حلو لا ده سؤال حلو بص كابتن مصطفى احنا يمكن في جوانب كتير قوي في اختيار اللعيبه داخل النادي الاهلي وانا يمكن حتى لما كنت ماسك القطاع فتره من الفترات او السنه اللي قبل اللي فاتت جالي 19000 في اختبارات ولكن انت بتحط دايما 19000 في 19000 في كام يوم 19000 كانوا واخدين 3 اسابيع 3 اسابيع 3 اسابيع 19000 فاختياراتك بتبقى على معايير معايير النهارده انت هل كان معاك لجنه يا كابتن فتحي طبعا مدربين اصل واحد لا كان معايا المدربين كل مدربين مرحله سنيه بيبقوا قاعدين والنهارده في لجان موجوده في الملاعب فاختيارات النهارده معايير النهارده معيار النهارده اللي جاي عنده فعلا اولا فنيا يناسب اداء نادي الاهلي يناسب النهارده الفرقه اللي داخل فيها ولا ما يناسبش النهارده في حاجات سمات كتير قوي صفات كتير قوي يعني صفه النهارده لو تاخد صفه من عند الولد النهارده التكوين الجسماني السرعه القوه في النهارده صفات تقدر تاخدها من الولد حتى لو فنيا 50% داخل النادي الاهلي يقدر يوصل من 50% ل 80%